كيف نحب السنة؟ نتعلم، لابد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم السنة، نعمل بها، ندعو إليها، نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير، نهر الكوثر وغيره، فصل لربك وانحر، أي اجعل أعمالك البدنية وأعمالك المالية لله، فصل لربك وانحر، إن شانئك، أي مبغضك، هو الأبتر المقطوع له عضو، لا خير فيه ولا ذكر له. دلت هذه الآية بمفهومها أن محب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبقى له أثر ويبقى له ذكر.